هيجي في 2016 يا حبيبي. والله قاعدين البلد تبقى كويسه ومستشفيات تبقى كويسه واحنا تعبانين اصلا يعني بصراحه. والله احنا عايزين البلد تبقى بخير وربنا اول رئيس السيسي اللي هو فيه راجل بيتعب طبعا مش عايزه كلام وعايزين الشباب اللي في مصر يتهدي حالها يتهدي حالها عشان مصر بس عشان نعرف ناكل اللقمة مش عارفين نعيش خالص في البلد دي وربنا يولي من حصر أصلح وربنا يوفق الجيش بتاعنا بحق جهنبي وربنا يوفق مصر وتاني ربنا يوفق السيسي وربنا يهدي الشباب اللي يبوظوا المطشة ويبوظوا ده ويبوظوا ده ويبوظوا ده الواحد مش عارف لهم أول من آخر. طموحك ايه في 2016؟ الناس كلها تسامح بعضينا تشوف بطولة جميلة وربنا يسترها ربنا يسترها. أمنياتك ايه في 2016؟ أنا أمنياتي إن أنا أعيش في مكان كويس أنا نام في مكان ما في أوضة ولا فيها تلفزيون ولا فيها بزجاج ولا غسالة وعايش لوحدي ومش شغال ومش لاقي شغل ولا لاقي معاش ولا بتاع. هذه كل أمنياتي يعني لازم أحقق لي أي حاجة سبوبة أكل منها عايش وأنا مش لاقي أكل أصلا. طموحك إيه في 2016؟ طموحي إيه في 2016؟ يبقى عندي باترينا إن شاء الله وعيش عيشة كريمة ويبقى عندي مرتب ثابت أو دخل ثابت إن شاء الله.